هذا اللي عم شوفه مزبوط؟ هاي الشنتاية لإلك هزان؟ طارق روح من وشي. على عيني. أبا بعتذر. هزان خانم أهلا وسهلا. أهلين هوليا. أوه هزان خانم، شو صاير بالدنيا؟ أنت قررت تعيشي معنا يعني؟ لا ما قررت هيك، قررت أني إجي عيش مع أمي ومع أختي. بمكانه هالقرار. هزان بنتي. هوليا خانم. نعم يا بيك. يا ريت تحضر غرفة الضيوف لهزان خانم إذا بتريدي. فورا يا بيك. لا شكرا ما في لزوم هوليا، أنا رح أبقى بغرفة أختي. اهدي شوي حبيبتي، كان بودي تكوني معها بالغرفة بس هالشي مستحيل حاليا. وليش؟ لأنه ملك معاقبة. عقاب شو؟ كل إنسان لازم يتعاقب على الخطأ يلي عمله، ولا أنا غلطان؟ والله جد؟ ايه جد. انقبر الحقني. خلصت من هاي الابتسامة السخيفة اللي حاطط ليها على وشك ولك. ما تبتسم قدامي. هزان رح تعيش معنا بابا؟ بدي أحكي معك بهالموضوع. مرجاني رح تجي كني على هذا البيت، لهيك حط عقلك براسك. بتضلك بعيد عن هزان فهمان؟ أصلاً كم يوم وبتمشي من هالبيت، يا ملك بتقلعها أو بتمشي من حالة. مو أنت كان بدك من زمان إنه هزان تجي تعيش معنا هون؟ الأمور تغيرت هلأ. شو اللي تغير يا ترى؟ بدي اياك تعمل اللي عم قلك عليه مو اكتر. عم تفهم؟ اصحك ترتكب اي غلطة. عم تفهم طارق؟ عم بفهم بابا. بتمنى تكون فهمت. وهلا حاكي مرجاني، خدع السوق، روح جيب له فستان العرس، جيب له شو مكان. كمان هي انا بدي قلك اياها، نقلع. امرك بابا. أمرك بابا، أمرك بابا. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.